سيدنا النبي الزين، جد الحسن، جد الحسين. آه يا حبيبي، هو في أحسن من سيدنا النبي أبدا؟ صلى على حبيبك، صلى صلى على النبي، صلى. عاوز أقول إن أشرف بن شرقي يعلن رحيله رسميا عن نادي الزمالك في رسالة مؤثرة للغاية، رسالة وداع، يعلن عن رحيله عن الزمالك، رايح هو نادي قطر القطري زي ما قلت لك قبل كده، وهذا لم يمنع تواصله مع النادي الأهلي خلال الأيام الماضية. عشان بس الناس اللي بتسألني أنت بتقول ده وبتقول ده، أه يا حبيبي بقول ده وبقول ده، لأن بنقل لك ما يدور فورا، لكنه مخلص، لكن لسه ما مضاش. حازم فتوح وكيله مخلص كل حاجة وقلت لك الكلام ده. قال لك شكرا للزمالك، شكرا لإدارة الزمالك، شكرا للاعبي الزمالك، شكرا لكل الأطر الفنية والطبية ولكل من عملت معهم، شكرا كثيرا جمهور الزمالك. بدأت الخطاب من النهاية لأنني أشك أنني سأصل إلى تلك الفقرة، لقد جاءت اللحظة التي كنت أتمنى عدم مجيئها، لا أستطيع أن أنكر فضلكم، لقد ساندتموني في أوقات الرخاء والشدة، كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب أو الأفراح، لم أشعر فيها أبدا أنني غريب أو أجنبي، بل كنت كابن من أبناء الدار الأبرار، لكن هذه سنة الحياة، وداعا لكم جميعا من أصغر إلى أكبر فرد في العائلة الزملكاوية، ولنا عودة إن شاء الله في بيتي الثاني. عاش الزمالك أشرف بن شرقي. هنا أشرف بن شرقي بيودع وبيخرج من الباب الكبير، زي ما هيتلاقي برضه بيودع محمد أوناج وبيخرج من الباب الكبير. ونجم كتب على أيضا حسابه على الانستجرام: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد مرور 3 سنوات جاءت لحظة الرحيل، ويسعني أن أشكر بهذه المناسبة كل مكونات العائلة الزملكاوية من إدارة ولاعبين وأطر فنية وجماهير على الإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة، وأن أعبر عن الفخر الكبير للانتماء لهذه العائلة. شكرا مرة أخرى وعاش الزمان. طبعا دول أعلنوا رحيلهم، هتلاقي طارق حامد بيعلن رحيله، هتلاقي محمد أبو جبل بيعلن رحيله، والزمالك بيكمل الدوري، وأنت مش عارف تكسب الزمالك في الدوري، وأنت مش عارف تكسب الزمالك في الدوري. أكبر خدعة يا جماعة أو أكبر غلطة في الإدارة، بقول ده لكل حبايبي وإخواني اللي بيديروا والشباب يسمع، وأنت في الإدارة لو اديت وعد لازم تنفذه حتى لو هتخسر، لو اديت كلمة لازم تحترمها حتى لو هتخسر. الشناوي حصل على كلمة الصيف الماضي لما أنا كنت الوحيد بقول إن نادي النصر السعودي طلب، ولما هو قام كاتب على صفحته النادي النصر وقال لك ده حصل هاكرز، ماشي، وخد وعد من الكابتن محمود الخطيب انه هيمشي بعد افريقيا، وجت افريقيا قالوا له بس شرط هم يبعتوا لنا طلب في نادي النصر. ثم قام احد المسؤولين الاهلاويه بالاتصال بكابتن ماجد عبد الله، قال له قول للناس في اداره نادي النصر ما تبعتش تطلب محمد الشناوي عشان احنا عاوزين مش عاوزينه يمشي، فما يعني ما تحرجوناش مع اللعيب. فالناس هناك قاموا رايحين جايبين الراجل اوبسينا حارس نابولي وكولومبيا، ومخلصين مع محمد ابو جبل بحكم ان هو بديل الشناوي. الشناوي من ساعتها مش شناوي، والشناوي من ساعتها مقموص، والشناوي بيقول كل ده لكل المقربين منه. وايه اللي حصل؟ لا كسبت الشناوي ولا خسرته، موجود عندك ولكنه شبح. شوف الكره بتاع امبارح اللي بيلعبها لمحمد لاشرف بن شرقي وهو في دماغه اللي بيلعبها لمحمد عمنا ده مش شايف قدام، ده مش شايف. شوف الجون الاولاني، شوف الكره دلوقتي لو اتشاط عليه بيمسك على مرتين، فقد الثقه في نفسه. والله ما والله لا هو غرور ولا تعالي، نفسيته متدمره دلوقتي. انا بقول لكم دوروا له على عرض وسيبوه سنه، في ايه لما يطلع سنه يغير جو؟ النادي الاهلي ما بيقفش على حد زي ما بنقول، النادي الاهلي ما بيقفش على حد، عندك حراس كثيرين اختار بينهم، وناس مخلصين، وناس كنت تقدر تجيبهم. لكن انك انت تبقى بتخلص على لعيب بهذا الشكل، محمد قفشه بيحنكس، ما قفشه ايه؟ محمد هاني ما فيش المسانده اللي وراه، ما فيش المسانده اللي وراه، وبيلعب عليه اشرف بن شرقي قاعد يتلاعب بيه. طب انت بتلعب بثلاثه في وسط الملعب، مفترض مين اللي يقفل وراه؟ ديانج ولا حمدي فتحي؟ والسوليه يقفل هناك ورا علي معلول؟ مفيش. فانت تيجي تقول لي مش عارف ايه؟
محدش. فاللي انا بتكلم فيه ان لازم انا واصل في غربله في النادي الاهلي، هيمشي حوالي 13 لاعب من النادي الاهلي. النادي الاهلي خلص مع مهاجم خطير حسب كلامه، مهاجم افريقي مقيم في اوروبا او بيلعب في اوروبا، خلصوا معايا واقسموا لي ان هم خلصوا معايا امبارح بالليل. قلت لهم بالله عليكم قولوا لي على صفقه خلصت، قالوا خلصنا مع مهاجم افريقي بيلعب في اوروبا. طب ايه اللي بعده؟ قال لك لا مش هيبقى اكتر من كده. قلت لهم طب خليكوا زي ما انتوا. لازم اقول بقى على كلمه حق عشان ابقى انا راضي عن نفسي وانا بقول